بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء أعطيت انطلاقة برنامج الأمسية. هو حفل عشاء خيري سعى النادي الدبلوماسي بشراكة مع المؤسسة الدبلوماسية على تنظيمه سنويا، وريع الحفل قدم لدعم المشاريع التنموية التي تعنى بالطفولة والشباب والمرأة. Votre Altesse royale, votre présence à ce dîner de gala caritatif témoigne de votre volonté et de votre engagement à nous accompagner dans nos actions de soutien aux associations qui œuvrent plus particulièrement en faveur de la petite enfance, des adolescents en difficulté, de la promotion de la femme. Sahibat Sumu al-Malaki, al-Amir al-Jalila lalla Hasna, ayyuha al-Hudur al-Karim, اسمحولي أن أؤكد على الدور الكبير الذي ما فتئ يقوم به النادي الدبلوماسي الخيري والذي حدا بمؤسستنا إلى الوقوف إلى جانبه تجسيدا لهذا الحدث الكبير والذي نعتبره رسالة شكر وعرفان لمولانا أمير المؤمنين على دعمه الدائم للفقراء والمحتاجين وأياديه البيضاء التي تشهد بها المملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة ومبادراته الرائدة المستمدة من روح وفلسفة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام. حفل العشاء الخيري لسنة 2014 كان استثنائياً، برنامج شامل ومتنوع يجمع بين الطلب وتشجيع المواهب الصاعدة، وافتتاح الأمسية كان بتقديم مجموعة مزايا للأطفال في وضعية صعبة التابعة للأوركسترا الفيلارمونية بتقديم معزوفات موسيقية عالمية. من المملكة المغربية إلى أدغال إفريقيا رحل الحضور في رحلة مع مجموعة استعراضية كاميرونية قدمت لوحات فنية تحمل في تفاصيلها عبق التاريخ من خلال تشخيص حياة ملكات إفريقيا. إلى بلاد الرافدين حملت الفنانة العراقية الشابة سحر صالح عبد الجبار الحضور الكريم من خلال تقديم مقطوعات طربية شنفت من خلالها مسامعهم وبمواويل أصيلة أطربتهم وبألمع أغاني الزمن الجميل تواصل برنامج الأمسية. برنامج الحفل تواصل وتنوع فمن الطرب العربي الأصيل إلى الفن الغربي الراقي، حيث أدت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الفرنسية صوفيا المستاري أدت مقطوعات بلغات أجنبية أتحفت من خلالها الحضور الكريم الذي ساهم في حفل العشاء المنظم على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء. وغير بعيد عن المملكة المغربية وبالضبط الجنوب الإسباني، من هناك جاءت فرقة مارتا ليناريس للفلامينكو، فاستمتع الحضور بالعرض الذي قدمه أعضاء الفرقة بإيقاع أندلسي متميز وأداء جبلي خالص.